البيان ده 28 اغسطس الماضي، اللي هو يعني 3 4 اسابيع ولا 3 اسابيع. بيقول 28 اغسطس الثلاثاء، اوت بالتونسيه او بالفرنسيه يعني اغسطس، عبر اساتذه جامعه الزيتونه وعلماؤها ومشايخها، اللي هي مشايخها يعني، عن رفضهم لما ورد في خطاب رئيس الجمهوريه بمناسبه الاحتفال بعيد المراه يوم 13 اوت الجاري، 13 اغسطس ساعتها لما عمل الخطاب ده. تمام؟ لا سيما قوله ان الدوله التونسيه لا علاقه لها بالدين ولا بالقران. كما عبروا في بيانهم الذي اصدروه اليوم عن معارضتهم الانتقائيه في التعامل مع توطئه الدستور التي تنص على تمسك الشعب بتعاليم الاسلام ومقاصده، وعدد من فصوله، فصول الدستور يعني التونسي، التي تؤكد المرجعيه الاسلاميه للدوله، رافضين ابطال العمل بالقاعده الشرعيه في نظام الارث بين الذكر والانثى. ده في كلام كتير قوي اكتر من اللي عايز اقوله، بس خليه لموضوع الميراث، يعني تحديد الذكر والانثى هنا عايز مراجعه كبيره جدا. خليه، لان ساعتها هقدم لكم مشروع اصلاحي في المساله يخصني يعني. واعتبار الميراث شأنا بشريا لا علاقة له بالدين، وطالبوا بالمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي واحترام مقدساته ومقتضيات الدستور، دعينا إلى تجريم الاعتداء على حقوق المرأة الشرعية في الميراث، الاعتداء، وتمكينها من كافة حقوقها الشرعية والقانونية من مهر ونفقة وإرث. واعتبروا في البيان أن المرجعية الإسلامية وهوية الشعب التونسي لا تتعارضان مع مدنية الدولة، مشيرين إلى أن أحكام الإرث ثابتة بنص القرآن والسنة. خلي بالكم الكلام ده، وإن كان برضو مش هنتوسع فيه قوي، وأن المساواة المطلقة سينتج عنها انخرام نظام الإرث يعني فساده، وتنازع أفراد الأسرة وتصدع الأسس وحاجات كده. تمام كده. الصوت اللي بتمثله جامعة الزيتونة، بتمثله أي جامعة في الوطن العربي، هيتقال لها أي اجتهاد من أعلاه خالص اللي هو نظام الإرث لأدناه.